السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة أخرى اللي غادي يكون المضمون ديالها هو واحد السؤال مهم كيتحط ضروري ومؤكد في يا إما في لي فا موجول أو لا في الإكزامان. يعني هذا التساؤل هذا امبوسيبل أنني نغفل عليه، هو لي انسترومون دو ميزور اوتيليزي دون لا توبوغرافي. دونك أنا كتوبوغراف خصني نعرف أشنو هو الماتيريال وأشنو هما لي انسترومون اللي كيخدم بهم اي توبوغراف في الدنيا. واضح مزيان. نمشيو لاول حاجه، قال لك بيرمي لي انسترومون لو بلوز يوتيليزي. لو بلوز يوتيليزي، فهمتي؟ لو بلوز يوتيليزي يعني اللي كيستعملهم اي توبوغراف. دون لا توبوغرافي اون بو سيتي لي اكسسوار. دونك خصك تفرق معايا ما بين لي اكسسوار او كذلك لي اباراي. دونك الى قال لك اعطيني لي اكسسوار في لا توبوغرافي، ماشي هي الى قال لك اعطيني لي زاباراي ديال لا توبوغرافي. لي اكسسوار هما اي حاجه ما دون لي زاباراي، مثلا تريبيي كيف ما كتشوفوا هنايا، تريبيي، بريزم، كان، اوروبون. واحد المساله خصنا نتناقشوا عليها، هاد البريزم هذا. انا غادي نزيد واحد المساله اخرى اللي هي جال. ياك غادي نزيد جال، كاين اللي غادي يقول لك شنو هو الفرق ما بين بريزم وكان و سميتو والجال. كتكون عندي انا لا كان بحال ما هكا، تيكون هذا الطرف هذا كنسميه بريزم، وهذا الطرف هذا كنسميه جالون. ياك ديك العصيه كتكون تسمى جالون، داك فين كتكون فين كتضرب لا ديستانس بالنسبه كنخدموه فاش كنكونوا خدامين بالستاسيون توتال، كيتسمى البريزم. وفاش كيتجمعوا ليا بجوج كنسميها كان، فهمتيها؟ كتسمى كان. بالنسبه للغيبون راه كلشي كيعرف شنو هي الغيبون، يعني المتر ديال العبار كنحسبوا به لي ديستانس ديريكت. واد تريبي راه كلشي كيعرف تريبي، كاين تريبي اون بوا وتريبي en aluminium. Un petit trépied en bois ou trépied en aluminium. Halhada. Hada trépied en bois. Hanaira ken galat. Hada trépied en bois ou hada trépied en aluminium. Voilà. Hado huma l'ishkal djel smito. Les rubans li kenin. كاين هاد الرولات هاد اللي كتكون طويله بزاف، كاين هاد المترو اللي كنعرفو عند النجار، فهمتي؟ وكاين المترو ديال الخياط. دونك كلهم كيتسموا غوبون، فهمتي؟ كل واحد مناش مصنوع، كاين اللي مصنوع من الثوب، كاين اللي مصنوع من الكارطون، كاين اللي مصنوع من الالومنيوم. دونك كل واحد وشنو. واضح. من جهه اخرى نقدروا نقولوا كأن حتى هذا اللي كنسميوه ديستوماتر هو تيكون عندي ضمن لي زاكسيسوار. واضح، تيكون عندي تا هو ضمن لي زاكسيسوار. هذا اشنو كنديرو به الديستوميتر؟ لي ميزور لي ميزور دي ديستانس اوتوماتيك. واضح، انا كنجي كتكون عندي مثلا بوان هنا بوان هنا، كنجي كنحطو هنايا وكنضرب دق وتعطيني شحال لا ديستانس من ما بين هاد البوان وهاد البوان. هاد ديستوماس ديستوماتر عفوا كتخدم به لا كوبروبريتي، فهمتي؟ كنخدمو به الكوبرو، وماشي بالضروره بالضروره غير الكوبرو. المهم اي دو بوان قرابين يمكن لي انني نضرب بيناتهم لا ديستانس، راه ممكن نخدم هاد يا اما اللازر ماتر اولا كنسميه ديستوماتر. حيت هاد المصطلحات غادي تسمعوهم في ستاج وكدا، ويقدر تسول شي حد وما يجاوبش، يقدر تسول شي حد وما يعطيكش الوقت الكافي. دونك هاد المسائل هادي انا كنقولهم ليك باش نتايا ما تحتاج حتى شي حد، فهمتي؟ ما تحتاج شي حد تسولو، انت بتجي عارف كل حاجه علاش كتليق، عارفها امتى كنستعملها، عارف كل حاجه، فهمتي؟ وهاد لازر متر كيشكل اشكاليه فاش كتكون الشمس، فاش كتكون الشمس يعني ما كتبانش ليك هذيك البوان، كتكون فيها اشكاليه، فهمتي؟ دونك في الشمس كتحاول تتفادى ما امكن،
ما بين بوان بوان فاش كتكون الشمس ما كيبانش ليك، ما كتعرفوش فين نضرب بعدا اصلا. واضح مزيان. نمشيو للنيفو، يعني لاباراي نيفو، نيفو شونتي. هاد النيفو هذا اشنو كيدير ليا؟ كيدير ليا الميزور ديال الجينيفلي، هادشي راه غادي نشوفوه من بعد. ميزور ديال الجينيفلي، ميزور ديال لي ديستانس اي لي زونغل اوريزونتو. بالنسبه لهاد ميزور اوريزونتو نساوها، حيت ما ماشي بريسي باش نكونوا واضحين، فهمتي؟ ماشي بريسي، غير كنحاول تقريبيا، يعني ماشي تقريبيا، يعني تقريبيا وصافي. اما باش انك تعول على لاباري نيفو انها تقاد لك اونغل اوريزونتال، مثلا انت بغيتي واحد 20 غراد ما بين هاد البوان هاد البوان، ما غاديش تجيب عليك اكزاكت، ضروري غادي يكون واحد شويه ديال الديكالاج باش نكونوا واضحين. نمشي ميزور جينيفلي، ميزور ديال ديستانس. جينيفلي كاين غادي يسولني على جينيفلي، غادي نقول ليه ما غاديش نشرحو دابا، فهمتي؟ ما غاديش نشرحو دابا، ولكن كاين فيديوهات اللي غادي نشرحو فيهم داك الشيء بالديتاي ديال الديتاي. واضح. كاينه تيودوليت وكاينه تاكيومتر، مزيان. نقراو كل وحده شنو فيها. تيودوليت قال لك ميزور دي زونغل اوريزونتو بطبيعه الحال اي فيرتيكو، دينيفلي اي لي ديستانس، مزيان. غادي نقول لك انا امتى امتى يمكن للتيودوليت انها تحسب ليا لا ديستانس الا رديتها على شكل نيفو، الا رديتها على شكل نيفو باغ ميثود ستاديمتريك. ميثود ستاديمتريك مزيان. هذا من جهه. واحد الحاجه اخرى، اشنو الفرق ما بين التيودوليت والتاكيومتر؟ راه داكشي اللي كي شنو تبع التاكيومتر؟ هي ستاسيون توتال، هي ستاسيون توتال. فاش كنقول ستاسيون توتال يعني كنعني بها التاكيومتر. ولكن اشنو هو الفرق ما بين التاكيومتر والتيودوليت؟ ياك ستاسيون توتال كتحسب حتى هي لي زونغل وجينيفلي وكذا، والتيودوليت حتى هي، ولكن كاين فرق واحد. فرق واحد هو ان التاكيومتر، رد معايا على بالي شنو بغيت نقول. التاكيومتر هي اون تيودوليت لي باغ اون سيستيم دو ميزور ديستانس، يعني راه ستاسيون توتال راه هي نيت تيودوليت غير زايده بواحد السيستيم ديال الميزور ديال لي ديستانس، سوا لازر سوا باي حاجه، فهمتي؟ دونك الا قال لي انا شنو هو لا ديفيرونس اونتر تيودوليت و تاكيومتر، هو هذا هو سيستيم دو ميزور ديستانس، هذا هو الفرق. شوف هنا في التاكيومتر قال لك ميزور دي زونغل اوريزونتو فيرتيكو، دونك بحال الاولانيه، اي لي ديستانس ياك كي نو با دوتي لا كارت ميموار بور انريجستري لي دوني دو تيغ. هاد المساله ديال كارت ميموار داكشي بلا ما تحاولوا تدخلوا فيها راسكم، فهمتي؟ حيت كل اباري وشنو فيها، كاين اللي فيها كارت ميموار كاين اللي ما فيهاش، يعني بلا ما تحاولوا انكم تاخذوا الامور بحساسيه في هذه المساله. فوالا، شوف معايا شنو قال لي هنايا. قال لي ستاسيون توتال، ولكن راه التاكيومتر هو ستاسيون توتال. شوف شنو قال لي هنايا، ميزور انديريكت دي زونغل دي ديستانس اي دي دينيفلي دوتي دون كارت ميموار كي انريجستري لي دوني ريليفي سور لو تيغ. فوالا، انا نقول لك واحد المساله، ستاسيون توتال هي التاكيومتر، ياك هي التاكيومتر من واحد الجهه اللي قلنا زايده بسميتو ديال ديستانس، وكذلك راه على حساب كل اوبسيون ديال واحد لاباري. كاين لي زاباري اللي فيها دي اوبسيون، كاين لي زاباري اللي ما فيهمش واحد اوبسيون. مثلا ناخذو كمثال ستاسيون ليبر، انا ما غاديش نشرح كل حاجه. المهم ستاسيون ليبر، وكاينين كيف ما قال لك دي زاباري اللي هما فيهم سيستيم دو ميزور ديستانس، ولكنني ما تيديرش لونغوجيسترومون. كيفاش لونغوجيسترومون؟ انا كنمشي وكنسجل في وسط من لاباري، يعني فيها واحد السيستيم بحال كارت ميموار، فهمتي؟ دونك راه ستاسيون توتال سيتادير لا تيودوليت، غير على حساب الموديل و الشكل ديال لاباري. واضح. بالنسبه للسكانر، السكانر هاجي السكانر وكذلك الجي بي اس. جي بي اس راه كنعرفوه كيخدم بار ساتيليت، ياك
كيخدم لينا بارساتيليس. كذلك ليمير، ليميغات هي كتعتبر من لي ساكسيسوار. هادي اكيروبتيك، هاد الاكيروبتيك شنو هي الغايه منها؟ هي كتقاد ليا لي بيربونديكولير، كتقاد ليا بيربونديكولير. مثلا تكون عندي بوان هنا، بوان هنا، بوان هنا، انا كنكون في الوسط، اشنو خصني انا؟ خصني نجيب هاد لي بيربونديكولير هذا هاك. كنبقى كنتحرك انا، نتحرك كنقاد هاد الجوج، وهذا كنبدا كنقاد فيه باش تكون عندي هاد هاد الشكل هذا. هاد لي كيروبتيك ما كنظنش انكم تخدموا بها، فهمتي؟ حيت قليل 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 لي سونتر اللي كيخدموا بها، فهمتي؟ قلال لي سونتر اللي كيخدموا بهاد لي كيروبتيك. او قلنا بالنسبه للجي بي اس راه هو واحد لاباري اللي متقدمه وفاسيل بالنسبه ل هو جلوبال بوزيشن مو سيستم، يعني كيحدد لينا كيحدد لينا لا بوزيشن ديال شاك بوين ولا اي بوين في العالم بلا بوزيشن بريسي ديالها. بالنسبه للسكانر، السكانر هو واحد الجهاز اللي تيعطينا واحد الصوره شامله لاي بلاصه تحط فيها 3D اون 3D. يعني مثلا تحطو في اي بلاصه، تحطو في واحد القسم وتخليه يخدم، بيحط لك القسم كيف ما هو بالارتفاع ديالو، بالشراجم اللي فيه، بالطاولات اللي فيه، كل شيء غادي يحطو لك كيف ما هو. واضح؟ دونك بالنسبه لهذا الشيء هذا راه الشيء اللي كاين، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى اننا نكونوا وصلنا لكم الافكار كيف ما خصها توصل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.